يدلي الناخبون المصريون بأصواتهم في الانتخابات. لاختيار رئيس للبلاد تمتد ولايته 6 سنوات، ويتنافس في الانتخابات التي تجرى على مدار 3 أيام إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي كل من رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. ويحق لنحو 65 مليون مصري الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت شرف القضاء وتراقبه عشرات المنظمات الدولية والمحلية. ينضم إلينا من مراسلنا من الإسكندرية ومفادنا نايف المشاقبة، ومن أسيوط مفادنا كريم مختار. سأبدأ معك نايف في الإسكندرية لتطلعنا على الأجواء، مستوى الإقبال، إقبال الناخبين بعد انطلاق أو فتح أبواب الاقتراع أمام الناخبين منذ بضعة ساعات. بالفعل يعني العملية الانتخابية تسير كما هو مخطط لها، هنالك سلاسة وسهولة بالنسبة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم، الإجراءات اتخذت والاستعدادات اكتملت، وبالتالي فإن الناخب يدخل إلى عملية الاقتراع أو يأتي على الأقل إلى اللجنة الانتخابية وهو يعلم أين سيصوت في أي مركز وفي أي صندوق، وبالتالي العملية بالنسبة للناخب سهلة جدا، لن تأخذ منه وقت كثير، لذلك الناخب يأتي يدلي بصوته ثم يغادر. هنالك على البوابة الرئيسية لمركز الاقتراع على الأقل هذا هنالك إقبال، وهناك وجود عدد كبير من الناخبين يرغبون بالإدلاء بأصواتهم، والجهات المختصة تقوم بتسهيل عملية دخولهم. هنا اللجنة الوطنية للانتخاب اتخذت كافة الإجراءات التي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، وأيضا العملية الانتخابية بمجملها هي تخضع لإشراف قضائي، والسلطة التنفيذية أو وزارة الداخلية تقوم هي بإجراءات الأمن لحسن سير عملية الانتخاب، تقوم بتأمين المقار مراكز الاقتراع، وبالتالي هذه هي واجبها. يوم أمس التقينا بمحافظ الإسكندرية هنا وقال أن الجهات المختصة اتخذت كافة الإجراءات من أجل التسهيل والتيسير على الناخبين. إذا تحدثنا عن منطقة الدلتا التي تضم عدد من المحافظات شرق وشمال وغرب الدلتا، نحن نتحدث عن كتلة انتخابية تقدر بحوالي 28 مليون ناخب، بالتالي هذه لها وزن ولها أهمية كبيرة في العنصر أو في العملية الانتخابية. هنا المراقبون، المسؤولون، المواطنون يقولون أن العملية الانتخابية هذه مهمة في حياة مصر، لأنها ستؤسس لمرحلة جديدة في الجمهورية المصرية الحديثة. الآن يعني كما تلاحظون في الشاشة هنالك كبار سن يأتون للإدلاء بأصواتهم، أيضا شباب يأتون، النساء يأتون، هذه هي عملية مستمرة، ولكن في المحصلة أن العملية الانتخابية يقولون هنا أنها هي مرحلة مهمة في بناء مصر الجديدة، وأن الأحداث والاضطراب الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط هو سيكون حافز للناخب المصري للذهاب والإدلاء للإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للبلاد يستطيع أن يستمر ويعبر بمصر على طريق النهضة، على طريق البناء، على طريق الاستقرار. شكرا نايف. أذهب إليك كريم في أسيوط لتطلعنا أيضا على المشهد لديك. نعم ميشيل، يعني نحن في محافظة أسيوط وسط الصعيد، في الشمال بني سويف، الفيوم والمنيا، أسيوط في الوسط، ثم في الجنوب سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان، شرقا البحر الأحمر وغربا الوادي الجديد. هذه الكتلة السكانية 27 مليون مواطن، كتلتهم التصويتية حوالي 17 مليون مواطن. أسيوط وسط الصعيد، نحن الآن في مدرسة الفاروق، ويعني يمكن نصحبكم خلال رحلة الناخب. الناخب يبدأ رحلته من هنا، من هذا الباب، يدخل إلى هذا الباب ثم يأتي إلى المستشار أو القاضي المسؤول عن اللجنة ليتأكد من بطاقة الرقم القومي ويعطيه الورقة الانتخابية، هذه الورقة حصرا للمستشار المسؤول عن اللجنة، ويأتي أيضا هنا إلى أحد المشرفين أو أعضاء اللجنة للتأكد من بطاقة الرقم القومي،
ثم يوقع المشرف بجانب الاسم ويوقع ايضا الناخب بجانب اسمه حتى لا ياتي الناخب مره اخرى ويكون هناك او يكون هناك صوت لمرتين، اذا مره واحده فقط. هذا نظام الانتخاب هنا هو بنظام الاقتراع السري المباشر. الاقتراع السري معناه انه يذهب ايضا الى هذه او هذا الستار خلف هذا الستار ويدلي بصوته لاي من المرشحين. لا يعلم احد من هو المرشح الذي ادلى او اعطاه الناخب صوته، ثم بعد تطبيق هذه الورقه يضعها هنا في الصندوق، وبعد ذلك الحبر السري وهي المرحله الاخيره لكي لا يعود الناخب مره اخرى وينتخب. هذا الحبر يعني يمكن ان يكون على اليد لمده 3 أو 4 ايام. اذا هذه هي رحله الناخب، الرحله هنا لا تستغرق اكثر من 30 ثانيه. الاجراءات موجوده بكل سهوله، الكل يساعد الناخبين والامر يجري بسلاسه كامله. شكرا. كما هو ايضا الوضع في الكثير من لجان اسيوط او حتى لجان الجمهوريه. شكرا لك كريم مختار مفدنا من اسيوط ونايف المشاقبه مفدنا من الاسكندريه.